يانيس شاب في العشرينات من العمر، جعله حبه لكل ما هو ياباني التوجه وتعلم اللغة اليابانية وثقافة بلد مانغا، وعلى رأسها طريقة تحضير أكلة السوشي الشهيرة. احنا في 2020 جيت هنا جوست ابري لوفرتور تاع الانستيتو، وكنت نقرا شويه وحدي اوسي افون في الدار. تعلمت ملي كنت صغير فاصون نعرف كلكو باز هكذايا تاع لا لونغ كلكو زيكسبرسيون، مي كي جيت هنايا تعلمت غرامير وهذا لي تريك كيما بزاف الناس كنت نتبع لي زانيمي لي مانغا اي تو. ومن بعد فير 2017-2018 بديت جمانتيريس لا كولتور تاعهم سبيسيفيكمون، سورتو كي شفت دي فيديو يوتيوب. On peut citer la chaîne, je sais pas, Ichiban Japan, c'est ce qui m'a avec la salle خلات نجي نقرا لهنا جابوني. فوالا، عشقه للثقافة اليابانية جعله يرغب في السفر لليابان والعيش فيها لبضع سنوات للتشبع بالثقافة التي حسب رأيه تستحق الاستكشاف. Non, c'est واحد سيد هكذا يدير لو تور تاع جابون، يروح لي كومبان، يروح لي فيل، ماشي غير في ميقاتش غير في طوكيو. كي شفت هاد العفايس لا كولتور تاعهم اي تو تاع لو سي سورتو لو ريسبي اللي عندهم لا كولتور تاعهم، اوسي كو قعدوا فيدل لي تراديسيون تاعهم بكري. Ça fait pas longtemps mais les fêtent le pays au mal les étrangers. Donc mazal hom en quelque sorte mazal hom aïchen voilà les anciens mazal hom les traditions termes. Pour être consolé. يحرص يانيس على تعلم اللغة اليابانية، فهو لا يفوت فرصة لإتقانها باعتباره كان مولعاً في صغره بالرسوم المتحركة اليابانية او ما يعرف بالمانغا، ما دفعه للغوص في كوكب اليابان. Naruto, One Piece, City Hunter, كاين بزاف. سي بلوس هاد لي زانسيان لي بديت نسمع لا لانغ جابونيز. كان في عمري 4-5 ans بديت نسمع ديجا لا لانغ جابونيز. دونك عندها ان تروك بارتيكولي فالا سي ميم كي نسمعها دوكا، باسكو ملي كنت صغير وانا بديت نسمعها. دونك توت ما في لا مي اون بيريود زعما 2 ans ولا جيمري بيان نروح نعيش 2 ans في جابون، نشوف كيفاش يديروا كلش تما كيفاش يعيشوا. راني حاب ندير ان تور تاع لو جابون ماشي غير طوكيو اكزاكتومون. دونك طوكيو حبيت نشوف غونما، حبيت نشوف بوكو دو فيل، اوساكا، هيروشيما، بوكو دو فيل. انا ديجا خدمت سي ديفلوبور ويب، حبيت ندير جيمري بيان في الفيديو ندير ان سيت تاع اي ليرنينغ وين حيكون فيه beaucoup de langues japonais معهم. و j'aimerais bien transmettre les valeurs هادو تاع اللي هضرت عليهم قبل تاع الريسبي تاع اللي عندهم الاحترام كاع فوالا كيفاش بدات ماشي كيفاش يتعاملوا مع الناس باسكو كيما قلت كاين دي ديفو مي les valeurs هادو تاع الريسبي j'aimerais bien يكونوا في الجزائر باسكو كي نشوفوا الدراري صغار اللي هكا في جابون je pense que واحد لي وليدو يقرا سيرتو كي يكون صغير في جابون جو بونس كي با ميو بور ليديوكاسيون تاعو كي يكون صغير. الماكله عندهم شغل سي ان ار ماشي جوست ناكلو خلاص، و بزاف عفايس تاني في المجتمع تاعهم فوالا لا ديسيبلين بالك اوسي عفسه تعجبني بزاف سي كو عندهم في الماكله داروا بلاني نقصوا لي كونتيتي باش ينقصوا لوبيزيتي في بلادهم. دونك باغ اكزومبل حاجه سي با زعما شيكولا تكون كبيره في الجزائر تما كنصيبها توجور صغيره اكثر، سي حاجه لي الناس ما يفيقوش مع حندير لا بورس جيمري بيان يعطوني اون بورس بور لو جابون ديتود بور ان ماستر، و جيمري بيان تاني نزيد نتعلم اكثر جابوني
كان ليكزامان يعطو لو جي ال بي تي تاع جابوني. حبيت يكون عندي لو او موان نيفو انترو. يتوجه يانيس كل جمعة لأحد المراكز الخاصة ليتعلم طريقة تحضير طبق السوشي المتكون من أرز مسلوق ملفوف بطحالب البحر ومحشي بمختلف أنواع السمك الني، وأحياناً يمكن حشوه بالبيض أو الخيار أو حتى فاكهة الأفوكادو. j'ai assisté plusieurs ateliers هنايا. انا فات انا جو فيلم انا هنايا لي تو سكي اتيليه في لي ريزو سوسيو انا هو لي جو فيلم تو سا دونك جي بي فوار كيفاش يخدموا لي سوشي و جافي اوسي اون كانت عندي جو كونيسي ديجا ان بو كيفاش لا فاسون لي ديرو لي سوشي و ديجا لي ماكي في الدار ماكي سوشي ولا تعرفوهم سي لي سوشي اللي جايين فيهم لي زالغو لي زالغ من برا والروز داخل درتاني لو كوري سي ان فات يتباع ان كوب هكذايا نديرها مع لو ري و لي ليغوم و سي ان بلا تيبيكمون جابوني. تحدثنا مع صاحب المركز المشرف على تعليم الطلاب كلا من اللغة اليابانية وتحضير أكلة السوشي، والذي فصل في كيفية ولوجه لهذا المجال. Ça a toujours été un rêve et une passion, d'accord, l'Asie en général, et spécialement pour le Japon, d'accord, même parce qu'on était habitué à voir des animés et tout. La petite passion s'est trouvée, s'est transformée en métier. الرسوم المتحركة اليابانية كانت الملهمة والدافع الرئيسي لحب كل ما هو ياباني. Depuis toujours, depuis manga et le club Dorothée bien avant, avec le Dragon Ball Z, Saint Seiya, ça c'était les débuts pour les animés. Après, bon, nous avons commencé à regarder des animés directement en japonais. L'intrigue à la langue nous a poussé à chercher. Ça fait donc 8 ans que j'ai vraiment commencé à apprendre la langue japonaise. Quelques années plus tard, alhamdoulilah, bon, avec quelques diplômes, on a réussi à ouvrir l'établissement. Maintenant, l'objectif, c'est d'améliorer, toujours d'offrir plus de contenu culturel. وparmi l'activité d'ailleurs vous avez l'atelier sushi actuellement. انتشرت مؤخرا وبكثرة في الجزائر المطاعم الخاصة بالأطباق اليابانية، والتي لقت هي الأخرى إقبالا لا بأس به حسب رأي صاحب المطعم. بو بيان سور راهم حلوا بلوزيور ريستورون دوكا تاع لي سوشي وازياتيك مع صافي واحد الخمس سنين ما كانوش بزاف، كانوا زوج ولا ثلاثه كانوا ديجا معروفين قدم عندهم 10 سنين واللي هما عندهم بزاف لي كليون. حنا انا بار اكزومبل انا جديد في هذا البور الصغار فهمتيني، يجوني دي زونفون يشوفوني في تيك توك ولا في انستغرام فيسبوك يجوا لي صغار عباك 5 6 ans يجوا يقولوا لي شفناك وكذا باسكو يشوفوا لي مونغا يشوفوا. يحضر الطباخ أكلة السوشي بعناية فائقة، فكل ما هو جديد محبوب. اليوم درنا لي سوشي، جيت في هذا الغيستو تعلمت لي سوشي. مول الغيستورون هو اللي علمني لي سوشي، هو لو شيف، هو مول لي سوشي. الوغ هو اللي علمني لي سوشي. ولاو كاين بزاف تجيهم هاد سي نوفيل جينيراسيون اللي بزاف ولاو يحبوا هاد يتعرفوا على حاجة جديدة. فوالا، سورتو لي ازياتيك ولاو يحبوا عفسة هكا جديدة بورتون يعني كشغل هي قديمة ماهيش جديدة. مي بصح حنا عندنا في الجزائر راهي جديدة. صح؟ مي بصح للناس اللي تجي ليها بزاف ولا عليها لا دوموند بزاف هما لا نوفال جينيراسيون اللي تبعوا لي زانيمي تو، سي بور سا اللي ولات عندهم اقباليه كبيره لهذا النوع من الماكولات. بزاف دي جابوني دي شينوا يجوا دي فوا يطيحوا هكاك باغازار، دي فوا يلقاو لاباج تاعنا تاع انستغرام يجوا بها، دي فوا يديروا دي ريزرفاسيون سبيسيال. ديجا البارح سايتي ان بوفي بتاعهم دي جابوني دي شينوا بلوتو جاو داروا ان بوفي سبيسيال غير ليهم. يحب الجزائريين تجريب كل ما هو جديد، والأطباق اليابانية اشتهرت الآونة الأخيرة في الجزائر، وحتى الأجانب الآسيويون المقيمون في الجزائر وجدوا ظلتهم هنا. إقبال كاين، بون ماشي كيما الإقبال على الطاكوس والتشيز وكذا، هاد الأكلات هادوما اللي أنا ما ننصحش بهم باسكو سي أكلات ماشي صحية كاع،
ماشي هيلثي. بيان سور لي ازياتيك لي ازياتيك الاسيويين يرحم بابك قاع تلقاه 80 90 سنه يوزن 50 كيلو ويعيش حتى ال 120. بزاف لي شينوا، لي شينوا كاين يجونا بزاف لي شينوا ويعجبهم الحال. الانفتاح على ثقافات مختلفة يجعل المجتمع الجزائري غني وثري بكل ما هو جديد، فيوجد في مجتمعنا مثل شعبي يقول الجديد حبه والقديم لا تفرط فيه، وهو يعني الانفتاح على كل ما هو جديد دون التفريط، أو مع الحفاظ على الأصالة والهوية والطابع التقليدي للمجتمع الجزائري. أريغاتو غوزايماس. إيناسان أريغاتو غوزايماس. أنت يعطيكم صحة قاعد.